الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من إلى من يهمه الأمر، والتي تتضمن بعضا من الدروس التي يجب أن نتعلمها باختصار مما يجري حاليا من حراك وتدافع في منطقتنا العربية. أيها السيدات والسادة، أيها الإخوة والأخوات، أخشى ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية أن يتحول الحراك والتدافع الحالي في كل من مصر وسوريا والعراق إلى ثورة إسلامية تحول دون تحقيق مصالحها الاستراتيجية، وتزيل دولتهم العازل التي أنشأتها الدول الاستعمارية الغربية في قلب منطقتنا العربية، دولة العدو الصهيوني. ولكن من إيجابيات هذا الحراك والتدافع الحالي في منطقتنا العربية أنه كشف النقاب عن أكبر أكذوبة روجت لها وأطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود في منطقتنا العربية، ألا وهي الديمقراطية. فلحاية الانتخابات على الطريقة الديمقراطية الغربية فشلت في منطقتنا العربية فشلا مدويا، سواء في البلدان التي فصلت بها لتبقى الغلبة فيها للأنظمة الحاكمة مع وجود نسبة لأبناء التيار الإسلامي، كما حدث في إمارة شرق الأردن أو الكويت أو اليمن، أو في البلدان التي فاز بها التيار الإسلامي بنسبة كبيرة، كما حدث في الجزائر في عام 1992، وفلسطين في عام 2006، وفي مصر أخيرا عام 2013. وبعد هذه التجارب بشقيها ثبت بما لا يقبل الشك فشل تطبيق الديمقراطية الغربية في منطقتنا العربية. ومع هذا الفشل، وفي ظل حالة الاستبداد والاستعباد والفساد التي نعيشها في المنطقة العربية، أتفهم حالة الانبهار العربي بالتجربة التركية. ولكن علينا أن نعيد النظر في هذا الانبهار الزائد عن حده في تلك التجربة. فبعد أن عايشت التجربة الماليزية والتجربة التركية لمدة من الزمن، أود التأكيد أنهما ليس نماذج إسلامية، ولا يمكن استنساخهما في منطقتنا العربية، ولكن يمكن الاستفادة من بعض جوانبهما الإيجابية. وهنا أود أن أوجه كلمة لشيوخنا الأجلاء الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير، بأنه يجب أن تضم الروابط والهيئات والاتحادات لعلماء المسلمين في عضويتها، بالإضافة إلى علمائنا علماء الشريعة الأجلاء، من لهم فهم بحركة التاريخ ونواميسه، ومن لهم، ولا أقول من درس التاريخ، من لهم فهم بحركة التاريخ ونواميسه. ليس كل من درس التاريخ يعرف حركة التاريخ ونواميسه، أنا أتطلع من لهم فهم بحركة التاريخ ونواميسه، ومن لهم دراية بالواقع السياسي المحلي والإقليمي والدولي المعاصر، وقدرة على تحليل الأحداث المتشابكة والمعقدة التي تمر بها منطقتنا وتوجيهها. بكلمة ونصف علينا أن نفيق، بكلمة ونصف أيها السيدات والسادة، أيها الإخوة والأخوات، بعدما مر بنا من تجارب، علينا أن نفيق من وهم الديمقراطية الغربية التي لا تصلح لمنطقتنا، وأن نفيق من سياسة ردة الفعل إلى سياسة صناعة الفعل. ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة والأخيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.